مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي، قناة نمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة هعمل لكم فطاير جميلة جدا بطريقتين. الناس اللي هي مش بتحب الحاجات المقلية هتعجبها جدا الفطاير دي، لأنها سهلة وبسيطة قوي، وكمان الناس اللي بتحب الحاجات المقلية وسريعة في الطبخ هتبقى معاهم الطريقة دي مناسبة جدا جدا. هعمل لكم الفطاير بطريقتين بس بنفس المكونات، يعني هي عجينة واحدة هنعملها بطريقتين مختلفتين علشان خاطر بقى نجدد في أكلاتنا الصيامي النباتي، وكمان أكلات اقتصادية مش لازم بقى ندخل فيها لحوم أو بروتينات. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، بروتينات نباتية ومكونات على قد الإيد جدا، هتطلع معاكي نتائج حلوة قوي قوي. مش حدش هيصدق أبدا إن المكونات اللي انت تتكلمي فيها دي حاجات يعني احنا تقريبا بنسويها بس بطرق سوى مختلفة بتخلينا نمل من الاكل، لكن هنجدد في الاكل وهنعمل اكلات حلوة وجميلة جدا جدا. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني ليه القناة وبتعمل انتساب. بصوا بقى، اول مكون عندي هو الفاصوليا البيضاء، ودي قلما ناس كتير يعني بتشتغل بيها، بس انا من وجهة نظري ان الفاصوليا البيضاء دي تحتوي على طبعا بروتين عالي جدا، وفي نفس الوقت بتساعد على انقاص الوزن، فهي حلوة جدا جدا ومفيدة كمان للولاد الصغيرين لانها مليانة بوتاسيوم. فمن فضلكم ما تهملوش الفاصوليا البيضاء في نظامكم او في الاكل بتاعكم. بجيب ربع كيلو من كل حاجة من انا هقول عليها، ربع كيلو من الفاصوليا، خلي بالكم هيعمل كمية كبيرة جدا، يعني ربع كيلو ده هيملي لكم التلاجة. ربع كيلو من الحمص، ويستحسن الحمص يكون اللي هو تخين شوية، ده اللي احنا بنعمله لحمص الشام، ما يكونش رفيع علشان يدينا نتيجة افضل، ولما نيجي نطحنه يكون اسرع معانا. انا نقعت الحمص وطبعا نقعت الفاصوليا، وبعد كده سلقت الفاصوليا وسلقت الحمص بالطريقة اللي انتوا شايفينها، بحيث ان المكونات تبقى معايا ناضجة جدا، يعني مجرد ما ألمسها كده بس تبتدي ان هي تتهرس معايا، وده المطلوب. لازم نسوي تسوية كاملة، ما تبقاش تسوية نص تسوية او تسوية ناقصة، لا تسوية كاملة 100%، محتاجة الحاجات كلها تبقى معايا ايه مهروسة تقريبا. المكون الثالث معايا وهو البطاطس، والبطاطس ده بقى هو اساس الفطاير، او هو اللي هيخلي الفطاير كده تبقى طرية بالظبط زي الفطاير اللي بتتخبز بالعيش. ليه؟ لان برضو البطاطس دي تعتبر من النشويات، بسلقها ومش بحط معاها اي حاجة غير رشة ملح. بجيب الحمص بالشكل ده وابتدي ان انا اهرسه، طبعا لو حسيت ان هو لسه ما اتهرس كويس الافضل ان انا ارفعه على النار تاني واحط عليه الفاصوليا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وممكن لو عندي هاند بلندر او عندي كبة بتسهل معايا الموضوع خالص، وببدأ ان انا اضيف الفاصوليا بالشكل ده وابتدي ان انا اهرسهم كويس. بما اني انا سلقاهم حلو قوي قوي، تقريبا سلق 100%، ما اخدوش مني وقت وما اخدوش مني لا كبة ولا هاند بلندر، هرستهم كده على ايدي بطريقة سهلة وبسيطة. هتلاحظوا ان العجينة الى حد ما سايبه شويه، فاحنا هنبتدي ان احنا نتقل العجينه شويه بان احنا نحط لها 3 او 4 معالق من الدقيق علشان تبتدي تمسك نفسها، ودي خطوه اختياريه بس انا بحس ان الدقيق بيطلع معايا نتيجه ممتازه. ممكن تضيفوا بقى خضروات وفلفل وحاجات زي كده، وممكن تعملوها كده زي ما هي. بتسووها طبعا على اشكال دواير بالشكل ده، وتبتدوا ان انتوا تجيبوا طاسه تحطوا فيها رشه زيت خفيفه، وبتبتدوا ان انتوا تقلوا الفطاير دي، هتطلع معاكم رهيبة بجد. ممكن على فكرة تحشوها بجبنة موتزاريلا صيامي، وممكن كمان تحشوها بحشوات عصاك صيامي، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. ممكن كمان تحشوها خضار، يعني على حسب ما انتم متوفر عندكم وعلى حسب ما انتم تحبوا، ممكن كمان تعملوها سادة. انا حشيت جزء منها جبنه موتزاريلا صيامي من اللي انا عملتها لكم، وهسيب لكم لينك الجبنه الموتزاريلا في صندوق الوصف، هوريكم بقى شكلها لما بتمط بالجبنه الموتزاريلا والبطاطس والفاصوليا والحمص، بتطلع رهيبه بجد خرافيه. عايزه اقول لكم شكلها
طعمها ريحتها ملهاش حل، لازم تجربوا فطاير البطاطس دي، من احلى واشهى الوصفات اللي ممكن تعملوها. شايفين الجبنة بقى ساحت من جوه، خرافية. ممكن كمان تعملوها من غير جبنة او بحشوات زي ما انتوا تحبوا. دي الطريقة الاولى اللي احنا استخدمنا فيها الزيت. الطريقة التانية اللي احنا مش هنستخدم فيها ولا نقطة زيت نهائيا، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة قوي قوي ومناسبة للناس اللي بتعمل دايت وبتحب تحافظ على وزنها. كل الفكرة ان احنا هنجيب طبق ونحط فيه مية، ونحط جوه الطبق ده البهارات بتاعة الصيام اللي هي احنا متعودين عليها، الكمون المطحون، كزبرة المطحونة، الشطة، ملح وفلفل. نقلبهم كده مع نص كوباية مية، واحط عليهم معلقتين من الدقيق، وابدأ ان انا اقلبهم كويس جدا كأني بالظبط بعمل البانيه، او كأني بعمل الشكل بتاع البيض ده، بس طبعا احنا مش هنحط بيض بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهبدأ ان انا اجيب البانيه بتاعي اللي انا عملته بالشكل ده، وابدا ان انا اشكله. طبعا التشكيل براحتكم، تقدروا تعملوه دواير، تقدروا تعملوه شكل الناجتس بالظبط، يعني اللي هو بيبقى زي الهرمي او مثلث، وتبداوا ان انتوا تشكلوه بالشكل ده، تحطوه جوه السائل اللي احنا عملناه ده او الخلطه اللي احنا عملناها. وطبعا الخلطه دي بتساعد على ان الكفر اللي لسه هنحطه من بره يلزق فيها. زي ما انتوا شايفين كده نبدا نشكلها. ممكن كمان تعملوها على هيئه دوائر، هتبقى جميله قوي زي الكور زي ما شفتوها معايا في اول الفيديو. وبعدين بجيب البقسماط بتاعي العادي الناعم اللي انا طحناه، وابتدي ان انا ادبسها من الناحيتين بالشكل ده. وتقدروا كمان تعملوها بدقيق تاني، بس البقسماط بيدي قرمشه حلوه. ممكن كمان تعملوها بالكورن فليكس لو متوفر عندكم، وتبداوا ان انتوا تدبسوها حلو قوي. ودي الطريقه التانية، مش هستخدم فيها ولا نقطه زيت. تقدروا على فكره ان انتوا تقلوها وهتبقى مقرمشه وكريسبي جدا، بس لو انتوا مش حابين الزيت خالص في الوصفه وحابين الوصفه تبقى حلوه جدا، بتجيبوا معاكم صينيه عادي خالص وتدهنوها دهن زيت خفيفه. وممكن لو الصينيه ما بتلزقش تستغنوا خالص عن موضوع الزيت، وتبداوا ان انتوا ترصوهم في الصينيه. وبعد كده بتكونوا مسخنين الفرن، بس قبل الخطوه دي لازم تدخلوهم الفريز يمسكوا نفسهم كويس علشان لما يدخلوا الفرن ما يفكوش منكم ابدا. انا دخلتهم الفريزر ومسكوا نفسهم، جبت الصينيه وبدات ان انا ارصهم بالشكل اللي انتوا شايفينه، وتكون مشغله الفرن من تحت ومن فوق، وادخلهم على درجه حراره 150، وابتدي ان انا اقلبهم من حين لاخر لحد ما يوصلوا للشكل الكريسبي اللي انتوا هتشوفوه معايا بعد ما اطلعهم من الفرن. جميله جدا جدا وحلوه قوي قوي، من اشهى الوصفات. شايفين روعه روعه بجد. دي تقدروا تعملوها ودي تقدروا تعملوها، والوصفة اللي تعجبكم اعملوها. واتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. شكرا جدا من كل قلبي للناس اللي بتتابعني وبتعمل انتساب للقناة واشتراك. بشكركم من كل قلبي، وتحياتي ليكم بقلب هنا وشفا، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.